وكلام دكتور مصطفى مدبولي بعد ما قال كل الكلام بتاع الاقتصاد اللي هو اقتصاد بقى وارقام واصل سعر، قال هذا لا يعني ان احنا عندنا الاهم، الا وهو مد مظله الحمايه الاجتماعيه. مش هسأل تابعت المؤتمر ازاي، لانه اكيد الكل تابع المؤتمر صحيح. عن كثب شديد يعني، بس شفت ازاي مخرجات هذا المؤتمر فيما يتعلق بمد الحماية الاجتماعية وهو صميم شغلك ونشاطك. الحقيقة المؤتمر بالنسبة لنا كل العاملين في المجتمع المدني وأعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي اللي أمر بيه السيد الرئيس في وقت إفطار الأسرة المصرية كان متميز جدا، قرارات هامة لكل المجتمع المدني في مصر لمد وتوسع مظلة الحماية الاجتماعية. مفيش تنمية بتحصل بدون حماية اجتماعية، لازم في الإصلاح الاقتصادي بتلاقي بعض الأسر بتقع من الدولة، بيحصل تراجع كبير أو فجوة في المستوى الدخل بتاعهم، وبالتالي لازم الدولة تتدخل. الدولة عملت طفرة كبيرة جدا في ملف الحماية الاجتماعية بعد ملف تكافل وكرامة، بدل ما كنا بنشتغل على 8.9 مليار جنيه النهاردة بنتكلم في 20 مليار، وبالتالي في أسر هتدخل الشهر اللي بعد القادم إن شاء الله 450 ألف. 450 ألف أسرة ده عدد ضخم جدا طبعاً. نعدنا على مدار كذا سنة بنتكلم إن الدولة بتوفر من الميزانية لمجموعة جديدة من الأسر. طبعا زي ما حضرتك عارف أزمة كورونا أخرت كثير من صحيح. الأسر صحيح. الأزمة العالمية الروسية الأوكرانية برضو حصل فجوة كبيرة جدا لدى الكثير من الأسر في القرى الأكثر احتياجا. حياة كريمة الحقيقة بتلحق عدد ضخم جدا، احنا بنتكلم على 56 أو 58 مليون مواطن في 4500 قرية و30 ألف عزبة ونجع ب 800 مليار، وده ما حصلش في التاريخ. يمكن لو دورنا كده ل 100 سنة فاتت مش هنلاقي عمل تنموي أو بهذا الحجم بالظبط، ما فيش في العصر الحديث حاجة زي كده. لكن المشاريع كلها اللي بتحصل سواء تكافل وكرامة أو دعم رغيف الخبز أو البطاقة التموينية، كمان بقى في داتابيز أو قاعدة بيانات موحدة، فأنا قادر أشاور دلوقتي فين الأسر اللي واقعة مني في مناطق جغرافية إيه. إحنا كمان في التحالف الوطني لما جمعنا الجامعات كلها واشتغلنا في شهر رمضان اللي فات ده، إحنا تقريبا اشتغلنا ب 5.5 مليار جنيه اللي هم 23 جمعية أهلية كبيرة في مصر. لما جينا نطبق قاعدة البيانات اللي مع الجامعات الأهلية مع قاعدة البيانات اللي مع الدولة كان الفجوة عندنا 300 ألف أسرة، فدي نسبة نجاح كبيرة جدا يعني ما يمثلش 1% وبالتالي التدخلات اللي اتكلم عليها النهاردة دولة رئيس مجلس الوزراء تدخل هام جدا في توسع مظلة الحماية الاجتماعية، مؤشر مهم جدا في كمان ملف التمكين الاقتصادي. لو انا بتكلم على مشروعات اقتصاديه لرجال الاعمال والمستثمرين، كمان الجامعات الاهليه دورها يبقى دور مهم لان التسهيلات بقت كتير. التحالف الوطني كمان عمل ورقه سياسات كبيره جدا لتقصير المده الزمنيه في الترخيص والموافقات للمشروعات المتناهيه الصغر داخل القرى اللي حياه كريمه خلاص قربت على الانتهاء منها. احنا عندنا اكثر من 1500 قريه ان شاء الله في خلال الثلاث او اربع شهور الجايين هيكون كل الملفات البنيه الاساسيه والتحتيه والمباني الحكوميه انتهت، وده ملف يعني هيبقى طيب. انتصار كبير جدا للغير قادرين في مصر.